بيكم مع فيديو حصري للنجمين أحمد السقا وياسر جلال من كواليس مسلسل رحيم. أشوفكم الحلقة اللي جاية. السلام عليكم. انتوا الاتنين كده وانا هو كده. طلعت مع بعض الغلط انت كمان. يلا عشان ما ننساش. يلا احنا اهم حاجه في الشوط ده شباب الكاميرا تولونا وربنا يتولانا. يلا بسم الله. هو بياخد بنايه بيسوينج بيجي لك بيسوينج لحظه انت ما تشوف بيجي لك كده كده على يمينك تراك تك ليك بلوك صح. في حاجه في الارض هنا بس لازم تتفرج وماشي كده في الارض. شفت اللي فيه